سائل ليه ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين قصه مثيره للجدل انا عارف بس لازم أقول الاثراء المعرفي متنساش تنزل تحت كل مواقع موجوده عندك صعب جدا تحدد الوقت اللي تغلبت فيه عباده الاوثان على حنفية بين العرب قبل الاسلام كان العرب بيعبدوا الاوثان والانصاب والازلام بسبب كونهم على اتصال دائم باللي حواليهم من شعوب وقبائل من العالم القديم وكان الاتصال دوت ليه طرق كتيره جدا زي التجاره والسفر وهجره القبائل وثابت هو دخول الوثنيه قبل القرن الثامن للميلاد للعرب بعض الاصنام كانت مقدسه عند كل العرب وبعضهم كانت لا مقدسه عند قوم دون قوم لما تكاثر اولاد اسماعيل وملأوا مكه وضاقت بهم الارض ووقعت بينهم الحروب والعداوات اخرج بعضهم بعضا وتفسخوا في البلاد التماسا للمعيشه والسبب اللي خدهم ان هم يعبدوا الاصنام والحجاره ان كل واحد فيهم او كل مجموعه فيهم خرجت خد معاه جزء او حجر من حجاره الحرام تعظيما للبيت وصبابه بمكه والبيت الحرام والمكان اللي بيروحوا فيه كانوا بيحطوه ويطوفوا حواليه تيمنا بالكعبه ومع الزمن بداوا يعبدوا الاوثان والاحجار دي ونسوا اللي كانوا عليه من دين ابراهيم واسماعيل عليهم السلام من أشهر الأصنام ديت أساف ونائلة وده قصتنا النهارده، الأسطورة بتقول إيه؟ إن هم كانوا وثن واحد بس، يعني مع بعض واتفصلوا بعد كده الاتنين، واحد فيهم اتحط على الصفا والتانية نائلة على المروة. طيب إيه قصتهم؟ أو إيه الرواية اللي بتقول عليهم اللي هي بتمثل أشهر الميثولوجيا في الأساطير العربية، في المرويات التاريخية كلها. القصة غريبة جدا، قصة أساف ونائلة بتقول إيه؟ أو الأسطورة بتقول إيه؟ ان في واحدة اسمها إلى بنت ذئب جت حجة من اليمن الى مكة المكرمة مع رجل يدعى ايساف بن بقاء للحصول على البركة الالهية في النسل فطافا ودخل جوف الكعبة وهناك اختل الرجل بالمرأة في غفلة من الحجيج فمسخاه الى حجرين في نفس اللحظة الناس الصبح لقوهم مسخين فاخرجوهما ونصبوهم عند الكعبة عشان يعتبر الناس بيهم حصل ده في وقت كانت قبيلة جرهم هي اللي مسيطرة على مكة في الوقت ده كانت جرهم بتضغى وأحلت في الحرم أمور كتيرة جدا منافية للقيم والتقاليد والمعتقدات القبلية العربية وكل حاجة فكان التحليل ده مسوق أن يأتي إساف ونائلة من اليمن حجين لمكة للحصول على بركة الناس عبر زواج غير شرعي كانت جرهم في الوقت ده بتحلله ما عندهاش مشكلة فيه <applause> لكن المفاجأة لجورهم ان الاثنين دول نقلان العقاب السريع جدا من ربنا سبحانه وتعالى لما تمسخوا لحجر انتشر طبعا الموضوع دوت بين القبائل القبائل العربية كلها عرفت وانتشرت اسطورة الزنا في المكان المقدس ده وبسرعة جدا عرفت القبائل ان الرجل والمرأة دول كانا من اصل قبيلة جورهم في اليمن باعتبار ان جورهم طبعا قبيلة يمنية كبيرة قديمة جاية من حمير وفي الأساس كانت وافدة من هناك وهي أول من استوطنت مكة، أول من سكن مكة قبيلة جُرهم. بعد الحادثة ديت عاد الصراع تاني بين القبائل حوالين مكة والسيطرة الدينية على البيت الحرام. وبالأخص إن جُرهم بعد الحادثة ديت أو حادثة المسخ أصيبت بداء أو مرض تفشى فيهم. مات في ليلة واحدة 80 واحد. يعني كان رقم كبير ساعتها وبعد كده تعرضت القبيلة للفناء الكامل لما فاجأهم سيل وادي إضم. نزل عليهم دمر المنازل كلها بتاعتهم وراح بيهم وبتتكرر في روايات الاخباريين ايه عن العقاب الالهي لجورهم بوصف استكمال للعقاب اللي حصل لاساف ونائله في المسخ بسبب اللي عملوه دول من الاندماج للفصل طب ايه القصه دي؟ لما اخرجت جرهم اساف ونائله من جوف الكعبه سعت الى نصبهم قدام الكعبه وهم في وضع الاندماج الكامل فاهمني طبعا اللي هم اتمسخوا عليه فكانوا جسد واحد رجل وامرأة التصقوا في شكل معماري واحد وفي اجواء الصراع على مكة وبتبنى وقتها الصروح وتهدم وبتحل اصنام مكان اصنام وآلهة مكان آلهة تلاشت اسطورة الزنا وده كان لما تولد قبيلة خزاعة رئاسة مكة او السيطرة على مكة في وقت بعد كده قريش سيطرت على المكان فبرزت فكرة فصل التمثال دوت وخليه اثنين وفرقوا بين المعبودين الاثنين دول بدل ما هم واحد يعملوهم اثنين ونص ايساف على الصفا ونائلة نصبت على المرو وبقوا الناس يتمسحان بهما في عصور الجاهلية بيطوفوا عليهم وفي سنة الفتح اللي بعد الهجرة النبوية ضم مكة تم ضم مكة للدولة الإسلامية وكان أول حاجة عملها الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هو تحطيم جميع الأصنام بما فيها أساف ونائلة طب إيه صحة الموروث العربي في القصة ديات؟ صح ولا لا عائشة رضي الله عنها لم تسند الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام أبدا قالت ما زلنا نسمع وده بيدل على انها اضافته لما شاع عند الناس قديما وانه خبر شائع يعني حكاية كانت بتتروي من اخبار اهل الجاهلية وبتختلف المرويات التاريخية في الصنمين فتولد من كونهم صنمين لرجل امرأة ويقال لعلهم صنع بعض القبائل الكارهة لقريش اللي ما كانتش بتحب قريش وما كانتش ترى فيها حرمة الصنمين ده في مؤرخ عراقي كتب كتاب اسمه إساف ونائلة أسطورة الحب الأبدي تتبع اصول القصص المرويه في التاريخ العربي فمن مرويه اساف ونائل تبرز اسطوره الحب القديمه عند عرب الجاهليه القديمه والمسمى اجا وسلمى وهما عاشقان قتلتهما قبيله قيس فتحولت جبلين مقدسين عبدتهما القبيله بعد كده فاي واحده من الروايات دي صحيحه او اي واحده قبل الثانيه محدش عارف انا بقول لكم القصه ديت للعظه وللاثراء المعرفي فقط اتمنى ان الحلقه دي تكون عجبتكم ونالت استحسانكم واي مواضيع انتم حابين ان أنا اتكلم فيها سيبها لي في الكومنتات تحت وجميع مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتي موجوده عندك في الكومنت تحت شكرا ليكم واشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله مع السلامه